معناها باساج بتاعي الاخراني لهنا في اي اف ام برشا عباد بعثوا لي الفيديوهات ميم معناها قالوا لي شوف معناها مثلا اكزامبل فما واحد بعث لي قال لي خالي اللي نخاف منه تفرج في الفيديو نتاع التورم نتاعو يلقى خالو يشتح. وقتاش جاتك الفكرة؟ وقتاش حسيت عندك الموهبة قلت نشتح نلقى روحي كي نشتح؟ شو هو راه كيما أي تونسي معناها يسمع الفزاني يسمع طابيلو زكار يقوم يدور في حزامهم حاجة نافينا الناس الكل احنا نفيد في تونس. ما نكذبوش على روحنا كل ما نسمعش. اشتحك مختلف شوية أشرف ولا؟ شو معناتها مختلف؟ ما يشبهش للمدة وما يشبهش للي قلت انت توا التونسي كي يسمع فزان يمكن انت محترف اكثر تعرف لي جيست تعرف لي تكنيك اكثر تبع الريتم اكثر لكن يشبهوه نوع الرقص اكثر منه يميل للنساء ولا ذاك اجتياح الرجال في تاريخنا هكا؟ لا هو في التاريخ نتاعنا يتبدل معناها خاطر الراجل شنو كيفاش يديه لازمها تتحرك الوقفه نتاعو امام الخطوه نتاعو تتبدل المراه عندها غفينة اكثر ولا تبدا فيغيل اكثر علاش على خاطر معناها الرقص نتاعنا متعلق بالعادات نتاعنا في تونس مثلا في الفرقه القوميه تقعد دي دابلو نتاع كيفاش المراه تجمع في الزيتون تقطف النوار دونك مش تلقى المراه ريفية مش المراه البلد مش كيما المراه اللي مساسه في المدينه العربي في الدار ما تخرجش وقتاش فقت عندك الغرام هذا؟ في انا عمر؟ والله من صغير نعرف نشتح من صغير نعرف نشتح اما جاتني الفكره وقتها باش نزيد نسقلو كي كان ظهور معايا مع الكوريغراف جميله كامارا وقتها في عندنا عرض اسطنبولي مع سيموني العرقي الاسمر تونسي في لافينو وقتها معنا فرق مع احنا وفما فرقه معنا فما احنا وهما يخدموا مزود نشتح ورسان معنا في ليكوليس قلت له جميله خلينا نخرج قالت لي لا بديت نشتح انا في ليكوليس من تالي بعدين غزرت لي غزرت قالت لي باهي برا اطلع الجمهور كيفاش قبل اول سعود عندك؟ تقبل بحق الناس الكل تشتح معايا بون كان مسكر لافينيو قدام المسرح كان مسكر الناس الكل تقبلتها وقتها حطيت انه لازمني نسقلها الحاجه هذيك. نقول لك وقول لي صحيح ولا في بدايات كنت صغير كنت تشتح بالسرقه. اي في داركم بالسرقه تشتح. خاطر نتاع نساء خاطر الراجل ما يميلش. هذا من الجمل اللي كنت تسمعهم؟ اي اكيد. ما يسالش باش نسالك سؤال بريء شوي كليت تريحة وانت صغير على الشتيح؟ تريحة ليها ليه؟ ما 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 كان السبيل نتاعي للشتيح نخرج نسهر قاعد كي نخرج نسهر تتحرر اكيد تبدا الناس الكل مش واعيه بيك مش لاهيه بيك انت فاش انت قاعد تعمل بحذاها ما حاولت امي باش تكسر بطاقة التعريف بتاعك ما عادش تخرج خاطر الحاجة الوحيدة اللي تدل اني اكبر من فت السن القانوني 18 سنة ولتو ديجا مكسر هذاك عشان خليك ما حبش تبدلها باهي نحكيو توا هذا الجانب الفن الجانب المادي فيه فلوس تخدم فما فلوس ما تخدمش ما فماش فلوس قديش مثلا عرض يطلع فيه اشرف العابد يشتح تو دي بونتي ولا مع شكون باش نطلع وين باش نطلع من الى اقل كاشي ياخذوا اشرف العبد خذيت من حتى 70 80 الف هذا اقل ولا اكثر؟ لا اقل كاشي اقل كاشي اكثر كاشي قديش؟ في 500 600 500 600 سهريه معناها فيها دي تابلو ولا 40 مينوت 40 دقيقة 500 600 هكاك مي بون راهو 70 70 دينار علاش خاطر كي خدمت مع الوزارة فما فما فما